شفت المغرب ماذا يفعل في افريقيا. اليوم المغرب هو اكبر بلد عربي يستثمر في افريقيا، واقوى قوه اقتصاديه عربيه في افريقيا اليوم المغرب. اليوم المغرب رقم صعب على جميع المستويات. يكفي رئيس هولاند كان شاف بركة المعلومة الاستخباراتية اللي قدمتها المغرب في الأحداث اللي صارت في فرنسا، وجنبت فرنسا حمام دم كبير. المغاربة عندهم مخابرات قوية، ومعروفة مخابرات المغرب، مخابرات المغرب معروفة في العالم. الصحيفة أكدت أيضا أن مصالح الأمن المغربي كانت سباقة إلى إمداد الأمن السريلانكي بمعطيات تؤكد أن تنظيم داعش كان وراء هذه الاعتداءات. إذا أسعد الله مساكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غادي نتكلموا فيها مرة أخرى حول فريق الخونة اللي تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي والعلاقة ديالو بالمخابرات الجزائرية. اليوم في هذه الحلقة قررنا نتكلموا حول واحد اللاعب أو لواحد الخائن اللي هو زكريا الممني، لنزول الطلب ديال مجموعة ديال المتتبعين اللي ما تصرت لهم شاد الشخص اللي تصيد في واحد المعلومات كاذبة وطلع كيتشفى في الموت ديال ثلاثة ديال الجنود مغاربة. اليوم قررنا أننا نكشفوا على معطيات اللي هي خطيرة اللي كتتعلق بهذا الشخص هذا، واللي كيف ما قرروا هاد مجموعة ديال الخونة ديال الوطن يبقاو مقابلين المغرب، حتى حنا غادي نبقاو مقابلينهم حتى يظهر الحق ويزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وهاد زكريا الممني في آخر خروج ديالو غادي يدير واحد الوقفة بائسة أمام السفارة المغربية بكندا، غير بوحدو مسكين تحت الشتاء والبرد والثلج. وعلى ذكر الثلج أنا غادي ندعي معاه دعاء الميت، لأن بطبيعة الحال راه كل شيء مات فيه، الأخلاق والمبادئ والضمير، وغادي نقول له اللهم اغسل قلبه من الكذب والحقد بالماء والثلج والبرد. وفي هاد الخرجة المضحكة ديال زكريا الممني هدد أنه غادي يقوم بتشويه الصورة ديال المخابرات المغربية، وقال أنه مستعد أنه يقوم بمراسلة جميع المخابرات ديال العالم على قبل الظلم بين قوسين اللي تعرض ليه. وهنا الإخوة الكرام غادي نطرحوا مجموعة ديال الأسئلة اللي غادي نورقوا بها الكذوب والباطل والاحتيال ديال هاد السيد. أولا، شكون انت اللي غادي تضرب المصداقية ديال المخابرات المغربية والسمعة ديالها؟ الناس ديال السوشيال ميديا كلهم كيعرفوك بأنك نصاب وصاحب سوابق في النصب. اللهم إذا كنتي غادي تراسل المخابرات الجزائرية اللي هي الراعي الرسمي ديالك، واللي تهي ما غاديش تقرا ديك الرسالة لأن هي اللي كتبها لك في آخر المطاف. ثانيا، أنت معروف بأنك مسخن كتافك بواحد الجمهور اللي هو وهمي، اللي هو من صنع المخابرات الجزائرية والبوليزاريو، والمسألة هي واضحة فقط من البروفايلات ديال المتابعين ديالك. أما المغاربة راه والله ما مسوقين لك واش أنت هو القروج أو لبدر هاري أو لنزهاب دوان أو لمجموعة ديال المغاربة اللي رفعوا بالراية ديال البلاد، والبلاد هزت بهم بلا هراج بلا مراشك، ماشي كيف ما درتي نتايا، حيت في اخر المطاف غادي تبين بان الدافع ديالك هو الابتزاز ثم الابتزاز. ثالثا، انا تصدمت صراحه بعدد المكالمات اللي جاتني حول هذا الشخص من بعد ما درت عليه حلقه، لدرجه واحد من المتتبعين اتصل بيا وعطاني شي معلومات خاصه عليه، واللي بطبيعه الحال انا ما غاديش نقدر نكشف عليها، لان بطبيعه الحال حنا كمغاربه كنقدسوا العائله وما نقدروش نخرجوا المعطيات الخاصه ديال الافراد. ولكن انا غادي ندوز له الميساج، هو راه غادي يفهمني، غادي نقول لك وبالوالدين احسانا، والانسان اذا بغى يدير شي خير يديرو في المقربين اولى، وحنا المغاربه راه كنعبروا الانسان فقط من السخط والرضا، كيف ما بغى يكون نوعو شكون ما بغى يكون. رابعا، واللي غادي نقول لك اسمع وسقي ودينتك مزيان اش كيقولوا الناس على المؤسسات الامنيه ديال المغرب، ونبدا معاك من البلد اللي كنتي كتعيش فيها انت اللي هي فرنسا، حينما قام الرئيس السابق فرانسوا هولاند بالاعلان عن خبر توشيح السيد عبد اللطيف الحموشي للمره الثانيه بوسام من درجه ضابط، وهذا الشيء جاء من بعد المجهودات القويه اللي كتقوم بها المؤسسات الامنيه في مكافحه الارهاب والحفاظ على السلم العالمي. Chevalier de la Légion d'honneur en 2011, le ministre de l'Intérieur a annoncé en février dernier qu'il serait promu comme officier. وغادي نزيد ناخذ بك دوره في العالم، وهذه المره غادي نديك لاسبانيا، وغادي نقول لك اسمع على ودنك كيفاش تعاملت اسبانيا مع الاجهزه الامنيه المغربيه وكيفاش شكرتها على المجهودات ديالها. واعترافا بدور المغرب في استتباب السلم والأمن عبر العالم، سلم كاتب الدولة الإسباني المكلف بالأمن السيد فرانسيسكو مارتينيز فاسكيز خلال حفل نظم بمدريد وسام الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بالتميز الأحمر، إحدى أعلى التوشيحات الشرفية التي يتم منحها لشخصيات أجنبية.
وفي فبراير من هذه السنة وشح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف السيد عبد اللطيف الحموشي بوسام جوقة الشرف الوطني من رتبة ضابط نظير كفاءته وعمله في محاربة الجريمة المنظمة والخلايا الإرهابية. وكانت فرنسا قد وشحته في سنة 2011 بوسام الشرف من رتبة فارس، وهو ما يعني تقديرا أكبر في درجة التكريم. وأنا حالف تنزيد ناخذ بك دويرة في العالم، وهذه المرة غادي نمشيو إلى ألمانيا حينما قامت المخابرات المغربية بتقديم نصيحة إلى الأجهزة الأمنية الألمانية وقالت لهم ردوا بالكم، راه كاين عندكم واحد خينة تما غادي يدير شي كارثة وغادي يقوم بواحد العمل إرهابي. طبيعة الحال الأجهزة الأمنية الألمانية ما استمعتش النصيحة وأدت الثمن غاليا. المعلومات التي تقدمت بها المخابرات المغربية لنظيرتها الألمانية أوضحت صلة العمري بمتطرفين من أصول مغربية واستعداد العمري للقتال وتنفيذ مشروع إرهابي. بعدها طلب من الاستخبارات الداخلية الألمانية التحري عن الموضوع، لكن بحسب اللجنة البرلمانية المختصة فإن الاستخبارات لم تتحرى عن المعلومات. تقاعس أجهزة الأمن الألمانية سمح لأنيس العمري طالب لجوء مرفوض وتاجر مخدرات سمح بالنجاح في تنفيذ هجوم الدهس بشاحنة قادها في إحدى الأسواق في برلين يوم 19 من ديسمبر عام 2016، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا وجرح أكثر من 70 آخرين، ليلقى حتفه عقب الهجوم بأي من قليلة عبر رصاص للشرطة الإيطالية. ونزيد نتكلم على دولة أخرى اللي هي دولة الهند، اللي غادي تبين أن المخابرات المغربية العين ديالها ما كيناش فقط على المغرب، وإنما كتراقب المجرمين في جميع أنحاء العالم، اللي غادي تقدر أنها تلصد مجموعة ديال المجرمين الإرهابيين والتحركات ديالهم داخل الهند، بل غادي تقدر ترصد حتى الأماكن ديال مجموعة ديال القنابل اللي غادي تساعد السلطات الأمنية في الهند. نخليكم تسمعوا. أوردت صحيفة نيوز كرول الهندية أن مصالح الأمن المغربية لعبت أدوارا رئيسية في التحقيقات التي أعقبت التفجيرات الإرهابية بسريلانكا، فيما أكدت مصادر هندية أن مصالح الأمن المغربية كانت أول من كشف هوية الانتحاريين التسعة في سريلانكا. المصدر ذاته أكد أن مصالح الأمن المغربية حذرت نظيرتها في كولومبو بخصوص زرع قنابل في مواقع أخرى، ما مكن الأمن السريلانكي من تفكيكها وتفادي سقوط المزيد من الضحايا. الصحيفة أكدت أيضا أن مصالح الأمن المغربي كانت سباقة إلى إمداد الأمن السريلانكي بمعطيات تؤكد أن تنظيم داعش كان وراء هذه الاعتداءات، بينما كانت مصالح الأمن السريلانكية ترجح فرضية وقوف فاعل محلي وراءها. دابا السؤال اللي كيتطرحنا الإخوة الكرام، واش هاد الهنود والفرنسيين والألمان والأمريكان والسبليون والعرب قاعد الناس اللي كيشهدوا في حق المؤسسات الأمنية ديال المغرب، واش كلهم كيكذبوا؟ واش هاد رؤساء الدول والحكومات وأقوى المدراء ديال الأجهزة الأمنية في العالم واش كاملين كيكذبوا؟ وفي آخر المطاف خصنا نطيقوا زكريا المؤمني. وغادي نقول لك منين ناوي تصيفط هاد المذكرات للأجهزة ديال المخابرات ديال العالم، وناوي تصرف هاد الفلوس على هاد الشي كامل؟ فكر بعدا غير في هاد الفلوس يمشيو غير لذوي القربة، لعل وعسى تكفر على ذنوبك معاهم ومع الوطن. خامسا السؤال اللي غادي نسولك، علاش ما بقيتيش كتطلع في ديك القنوات التلفزيونية وخاصة هذيك اللي كاينه في فرنسا اللي كنا كنشوفو كتطلع معاهم؟ دابا وليتي كدير اكثر من الروتين اليومي، كل مرة طالع لينا مع ديك القناة اللي مولاتها في الشينوا اللي تفضحات خلال هذا الأسبوع وتبين بأن السيدة كتصيفط المونيكات الجنسية للمغرب وكتصيفط التليفونات المزورة اللي ولات لنا تهي بقدرة قادر كتدافع على حقوق الإنسان. وعاد غادي نفهمو غادي نعيقو بأن السيدة راه كتدافع على حقوق الإنسان في ممارسة الجنس مع المونيكات الصينية. منين هاد زكريا المؤمني غادي تعيق به الصحافة الفرنسية وغادي تسدو عليه البيبان؟ غادي يضربها بهربة لكندا وغادي يحاول يحيي من جديد داك الديسك القديم ديالو، لعل وعسى ينسي الناس في تنصابت وتشلها بيت ديالو. سادسا، مني عرفتي بأن الكذوب ديالك تورق قلبتيها للدفاع عن المعتقلين والمحرومين والفقراء باش أنك تدير واحد الفوند كوميرس باش أنك تلقى باش تعيش؟ وأنا غادي نعاود نقولها لك، والله كون عرفتي بأن القضية ديالك فيها ميليغرام واحد ديال الحقيقة والله ما تعقل على شي حد. وأنا غادي نعاود نقولها لك، وبالوالدين إحسانا. إخواني خواتي المغاربة، غادي نقول لكم لا يصح إلا الصحيح. حنا كمغاربة كنختلفوا مع بعضياتنا، كنتناقروا، كنتناقشوا في بعض الأمور اللي كنختلفوا فيها، ولكن الوطن ديالنا خط أحمر، خصوصا إذا ما جاتنا المذمة من شخص اللي هو ناقص أو لا إرهابي أو لا بائع دمى أو لا نصاب. ولا نعود في حلقة مقبلة اللي غادي نتكلموا فيها حول لاعب آخر داخل الفريق ديال الخونة، اللي غادي نقول لكم ما تنسوش أنكم ديروا لايك، تخليوا لي تعليق شنو الرأي ديالكم في الموضوع، ونتلاقاو في الحلقة المقبلة إن شاء الله.